للحديث أكثر عن الإمام الراحل معانا على التليفون فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا. حضرتك تقول لنا إيه في ذكرى ميلاد فضيلة الإمام الراحل الدكتور عبد الحليم محمود؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عليه الصلاة والسلام. أقول في هذه الذكرى بأنه من الوفاء لأئمتنا وعلمائنا والرواد الذين كانت لهم بصمتهم في حياتنا الإسلامية. نعم. أقول إن واجبنا أن نتمثل أخلاقهم وخطاهم حتى يقتدي بهم الجيل الحالي ومن بعد ذلك. نعم. فإن إحياء ذكرى الأئمة والرواد ليس تسلية للوقت ولا تعدادا لصفحات من التاريخ، ولكن من أجل أن نقبس من هداهم ورشدهم ما يستفيد منه المجتمع. هذا إمام متفرد وعالم رباني له قدم صدق عند الله، أحب القرآن فأفضى إليه بأسراره، وأحب سيد ولد عدنان فأفاض عليه من أنواره، فشق طريقه في العلم على هدى ونور وعلى بصيرة وعلى تجل إلهي تجلى الله به عليه. الله. احنا عايزين بين العلم أيوة. والعمل. جميل. وبين الدعوة الإسلامية وبين الإسهام في الحركة الوطنية. أستاذنا الدكتور، عايزة أعرف من فضيلتك أبرز ذكرياتك معاه وأهم المواقف في حياة الإمام الراحل. ذكرياتي مع فضيلة الإمام عبد الحليم محمود، أولا أنا أحد تلاميذه، حضرت عليه العلم في كلية أصول الدين، ومن كرمه وتواضعه حين قرر علينا أحد كتبه قال: من رأى في كتابي شيئا يريد أن أصلحه فلينبه وليقل وأرحب بما يقول. الله. من شدة تواضعه أن يقول هذا لأبنائه وطلابه. الله. أذكر من ذكرياتي معه. نعم. أني كنت أجالسه مرة في مكتبته، وكان بعض الإعلاميين معه يحاورونه في بعض القضايا الدينية والصوفية، حتى وصل بهم الأمر إلى أن قالوا: هل تظن أنه يوجد الآن علماء أولياء؟ قال لهم: نعم. وكانوا يظنون أنه يشير إلى نفسه، وهو فعلا منهم، ولكنهم حين قالوا له: حدد لنا اسم واحد منهم، قال: هو الشيخ محمد زكي إبراهيم رائد العشيرة المحمدية. الله. وغيره يوجد علماء وأئمة من أهل الله وأهل الكشف الذين عناهم قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وعناهم الحديث: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحق.